صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكرتم أنه لا يجوز المرور بآثار الكفار إلا للعظة والاعتبار، فماذا عن آثار الصالحين؟ فهل يجوز الذهاب إليها للنزهة مثل آثار الدرعية؟ لا، هذا من الغلو، لا يسافر إليها ولا تقصد، لا تقصد لهذا، لأن آثار الصالحين أشد خطر على التوحيد، لأن تعلق بها القلوب ويتبركون بها، ولا ينبغي هذا. نعم.